آلاف من طلبة الثانوية العامة بمحافظة شبوة يؤدون الامتحانات الوزارية لنيل الشهادة الثانوية لهذا العام رغم بعض الصعوبات والمعوقات التي واجهتهم أثناء سير العملية الدراسية كنقص الكتاب المدرسي وشح الكادر التعليمي. إدارة التربية والتعليم بالمحافظة حرصت على تهيئة أجواء الامتحانات الوزارية لهذا العام قدر الإمكان لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه. جرت استعدادات كاملة في المحافظة حتى تم التنظيم بهذا الشكل الطيب كما سمعناه، وأرجو أن يستمر إلى آخر الاختبارات والحفاظ عليها. من أجل تهيئة أجواء الامتحانات وافقت إدارة التربية على طلبات بعض الطلبة بنقل بعض المراكز الامتحانية، وذلك لصعوبة أدائهم للامتحانات في مراكزهم السابقة لظروف خاصة. ما نود أن نطالب أو نؤكد عليه، نتمنى من قيادتنا في المحافظة وأيضا قيادة الوزارة والقيادة السياسية ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم لطلابنا، كوننا نفتقر بشكل كبير لهذه الجزئية. مكتب إدارة التربية والتعليم بالمحافظة حرص على تهيئة أجواء الامتحانات الوزارية لهذا العام قدر الإمكان لضمان سير العملية الامتحانية على أكمل وجه، وأقرت إضافة بعض القاعات في المراكز المزدحمة بحسب الحاجة، وهو ما يخدم سير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب. بعد جهود بذلوها لعام كامل يخوض طلاب محافظة شبوة الامتحانات الوزارية لهذا العام على أمل أن يتحسن واقع الحال إلى الأفضل ويسود الأمن والاستقرار بقية أرجاء البلاد. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.